من أول ظهور لفرقة بيبي مناستور كمجموعة كاملة قدرت الفرقة تاخد كل الانتباه لأن مهاراتهم وأصواتهم قوية جدا، وده على الرغم من أن أعمار المجموعة صغيرة جدا، فأعمارهم بتتراوح من 15 ل 22 سنة. وامبارح يوم الاثنين روجت فرقة بيبي مناستور من جديد لأغنية شيش في برنامج اس بي اس، وفي البرنامج اتكلمت كل عضو عن فترة التدريب اللي قضيتها في وكالة واي جي. وأول حاجة كل من ياسا وروكا ورورا ورامي فترة تدريبهم بدأت من عام 2018، وده معناه أن كل واحدة فيهم اتدربت حوالي 6 سنين من قبل ترسم المجموعة كاملة في عام 2023. وحقيقي الشيء اللي صدمني ان رورا بدأت التدريب في وكالة واجي وهي عمرها 9 سنين فقط، اما ايون كانت فترة تدريبها من بداية يناير 2019 يعني كان عمرها 11 سنة، وقضت فترة تدريب حوالي 5 سنين. كمان تعتبر فريتا وتشيكيتا اقل عضوات من حيث فترة التدريب، ففريتا بدأت التدريب في اكتوبر 2020 يعني حوالي 3 عوام، اما تشيكيتا بدأت التدريب في يوليو 2021 يعني اتدربت حوالي عام ونص. وللعلم كان رد فعل الجمهور الكوري ايجابي جدا على الكلام ده، لانه بقى شيء نادر جدا في الجيل الجديد من الكي بوب التدريب لفترات طويلة، ولكن حقيقي ده اللي وضح مدى احترافية عضوات فريق بيبي مناستور وقوة اصواتهم على المسرح. ورغم ان الجمهور اعترف بموهبة المجموعة، ولكن كانت ايون هي العضوة الوحيدة اللي تعرضت لانتقادات من الجماهير الكورية، وهقول لكم ليه. فالكل عارف ان فرقة بيبي مناستور روجت لاغنية شيش في برنامج كاونت داون، ووقتها غنت المجموعة والمايك في ايديهم حتى يبينوا للكل ان غناهم مباشر واصواتهم قوية، ورغم كده البعض الكوريين انهم مش راضين عن اداء الفرقة بسبب صراخ ايون لان صوتها كان عالي جدا لدرجة انه كان مزعج. مش كده بس، كمان عبروا عن غضبهم لانها غنت اكبر عدد من السطور دونا عن باقي العضوات التانيين، وزي ما كان في مهاجمين كان في برضو مدافعين لانهم حبوا جدا صوت ايون، وقالوا ان غناها المباشر كان قوي جدا. كمان انها غنت اكبر عدد من السطور لانها غابت عن اغنية بتراب وما كانش عندها فرصة كباقي العضوات تبين فيها موهبتها. اكتب لي في التعليقات انت هو رأيك، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.